يعني بعض الاصوات في السوشيال ميديا دايما اللي بيحب ياخدوا رياضه في اتجاه احنا ما بنحبوش، قال لك اصل الفرقه فرقه عواجيز. حلو جدا، ما فيش مشكله. هو عجبني اللعيبه بتقول في التقرير اللي احنا كنا سجلناه بعد الماتش، قال لك احنا لما قرينا كده احنا قلنا الرد في الملعب. فيعني انا مستغرب، هو الموضوع مش سن، والموضوع عمره ما كان حضرتك عمرك قد ايه، الموضوع اداء. احمد صلاح ما شاء الله عليه، عبد الله عبد السلام ما شاء الله عليه. لا يعني تقول ايه على الموضوع ده يا كابتن، خاصه ان فعلا اللعيبه كانت نازله ترد في الملعب. هو يعني الناس يعني هم خدوا برضو الولاد لما السوشيال ميديا والكلام ده اتكلموا ان هم كبار في السن وعجزوا خلاص، مش الكل بقى، ده صفحات رايحه في اتجاه يعني معين عشان تهت في الفرقه. كان استفزاز ليهم، خلاهم يأدوا المباراه بشكل تاني خالص بصراحه. وجت برضو في مصلحه الفريق ومصلحه الفرقه ومصلحتي انا ومصلحه النادي ان هم كانوا فعلا. يا ريت كل فرقه هتبقى عواجيز كده والله. لا هو بص، هو يعني بيقولوا كده، يعني لو حد اللي بيقول يا ريت، مش قصدي يعني يا ريت كل فرقنا يتقال عليها ان هم عواجيز، لان بالشكل ده احنا هيبقى الرد في الملعب. لا هم عملوا ماتش طبعا، هي طبعا كابتن فرقه يعني ما شاء الله عليها. وفي 11 شهر العواجيز دول قدروا يقفوا على رجليهم. انا بقول لك وحمل 11 اسبوع، انا اسف، 11 اسبوع قدروا يقفوا على رجليهم. شايفين ده ماتش النهائي قدامنا اهو، الاداء فيه كان عامل ازاي. انا بقول لحضرتك 11 اسبوع الاولاد دول قدروا يقفوا على رجليهم بقى، من اول عبد الله عبد السلام اكبر لعيب في الفرقه طبعاً، لغايه عبد الرحمن الحسيني اصغر لعيب في الفرقه، قدروا الحمد لله بدون اصابات خالص الحمد لله. ودي كان رد مناسب، رد مناسب جدا. طب كابتن انت يعني اكيد مر بيك يعني في السنه دي كامله، دي سنه طويله، مشوار طويل، في حته صعبه او في زي ما بيقولوا مطبات كانت شديده شويه، ايه المطب اللي انت عديت بيه وحسيت ان لا هو ايه اللي بيحصل يا جماعه، لا ده احنا محتاجين وقفه بالنسبه للعب يعني. يعني هو الاصابات. بالنسبه للاول، ان انا كان عب وقطب ومنعم كانوا مصابين في اول السيزون وانت ما تعرفش فيه. فيعني طب كابتن ارضيه الملعب لما اتغيرت فرقت معانا شويه بس لسه برضو انا لسه برضو لسه برضو شويه كنت افضل ان هي تبقى باركي لان الباركي بيحنين شويه على الركب كده، لكن اتعمل تحت طبقه شويه خففت الصدمات على ظهر اللعيبه، احسن من الاول يعني. احسن من الاول.